الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في اخر كتاب اداب السفر، قال: باب تحريم سفر المراه وحدها. وأحسن المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذا الباب في هذا الكتاب، وهو تحريم سفر المرأة لوحدها من غير محرم، فإن هذا لا يجوز في الشرع، وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في هذا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين في هذا الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. فقال رحمه الله تعالى: باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. وهذان حديثان صريحان في هذه المسألة. والقاعدة في مثل هذه الأحاديث أنا نأخذ بصريح الحديث، وأما ما جاء محتملا كما في أحاديث أخرى فإن هذا المحتمل يقدم، فإن هذا المحتمل يعني يجمع مع هذا الحديث الصريح، ولا يؤخذ بالمحتمل ويترك الصريح، لأن بعض أهل العلم يعني يرى سفر المرأة إذا كان هناك رفقة آمنة ونحو هذه الشروط والقيود التي وضعوها، ولا شك أنهم قد أخطأوا في هذا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، وما استدلوا به من أحاديث هي معاني محتملة، ولا يقدم المحتمل على الصريح، وإنما يؤخذ بالصريح. وهذا المحتمل لا يؤخذ به في مقابل الصريح الواضح، فيعتذر لمثل هؤلاء الذين أخطأوا، ولكن من جاء بعدهم ممن في قلبه زيغ وبعضهم يريد أن يتتبع الرخص، فإنه في هذه الحال يريد ضرب الأحاديث بعضها مع بعض. وفي هذين الحديثين الذي ذكرهم المصنف رد كبير ورد واضح على من يرى جواز سفر المرأة من غير محرم حتى وإن كانت مع رفقة آمنة، كما سيتبين بإذن الله سبحانه وتعالى في هذين الحديثين. فأول حديث أبي هريرة قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالإيمان باليوم الآخر، وإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معلقا بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله، فهذا يدل على أن الأمر عظيم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة، هل هذا القيد مراد؟ جاءت في الحديث 3 أيام، وهنا جاء مسيرة يوم وليلة. قال أهل العلم: العدد لا مفهوم له، وإنما يختلف هذا باختلاف المسير، ولا يقيد السفر بمسيرة معينة في الوقت إلا على الغالب. ولذلك في بعض الحديث جاء مسيرة يوم وليلة، وبعض الحديث مسيرة 3 أيام، والمراد هو السفر، ما كان سفرا فالحكم متعلق به، أما مفهوم العدد فإنه كما قال العلم لا عبرة بمفهوم العدد، لأن الأصل اختلاف المسير باختلاف ما تسير به.
فالمراد هو السفر، ما سمي سفرا فالحكم داخل فيه، سواء كان مسيرة يوم أو يومين أو ثلاث أو أربع، المهم أنه يسمى سفرا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا صريح جدا لا يحتاج إلى تأويل، قال لا يحل أما أن يأتي الإنسان ببعض الشرطات وبعض القيود ويستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا أمر عظيم. وفي الحديث الثاني حديث ابن عباس أنه سمع النبي يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا تحريم الخلوة أياً كانت هذه الخلوة، لا تجوز إلا مع ذي محرم، الخلوة لا تجوز إلا مع ذي محرم. وصور الخلوة كثيرة جداً لا حصر لها، ما سمي خلوة فهو خلوة، سواء كان في بيت، في سيارة، في عمل، في مصعد، في أي مكان، أي خلوة تسمى خلوة، إذا خلى رجل بامرأة فهي خلوة أياً كانت صورتها. وقد سمعنا بعض الفتاوى التي لا زمام لها ولا خطام، يقول إذا كانت المرأة مع الرجل في سيارة وأن وافد يعني ليست مضللة وكذا فلا يسمى خلوة، وهذا كله عبث، وتلاعب بالفتاوى. فالأحاديث صريحة لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وفي الحديث الآخر ما يخلو رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان. ثم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة، هنا الشاهد لهذا الباب، قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هنا انظر النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة، قال ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فلما سمع رجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. انظر هذا الحديث، هذا الحديث فاصل ورد على الذين يقولون الرفقة الآمنة هذا الحديث رد عليهم، قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني الرجل الآن خرج إيش إلى الجهاد، انظر خرج إلى الجهاد في سبيل الله، وزوجته ذهبت إلى الحج من غير محرم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، يعني اترك الجهاد في سبيل الله، سفرك مع زوجتك مقدم على الجهاد في سبيل الله. انظر عظيم الأمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد وأن يذهب يحج مع زوجته، لأن زوجته خرجت من غير محرم. فالمسألة ليس فيها تساهل، اليوم الناس تتساهل في هذا الأمر من أجل عمل، من أجل مال، من أجل أي شيء من أمور الدنيا ورذاذ الدنيا الزائل، ويتساهل في مسألة الأعراض. انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعله يترك الجهاد في سبيل الله من أجل أن يذهب مع زوجته. هنا هذا الحديث رد على من يقول الرفقة الآمنة ويدندن عليها. هذه الآن المرأة خرجت مع من؟ خرجت مع صحابة ومع صحابيات، أتقى خلق الله وأفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والرسل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل رفقة آمنة، قال اترك الجهاد ورحج مع زوجتك. فالذي يقول رفقة آمنة هل الرفقة الآمنة التي في زماننا أو في أي زمان بعد زمن الصحابة آمن من رفقة الصحابة والصحابيات؟ حاشا وكلا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك الجهاد وأن ينطلق يحج مع زوجتها التي خرجت في رفقة آمنة مع صحابة وصحابيات وفي سفر طاعة من أجل الحج. فما دون الحج من أمور الدنيا فإنه من باب أولى، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فإذا كان سفر الطاعة وسفر من أجل ركن من أركان الإسلام لا يجوز إلا مع محرم، فما دونه من أمور الدنيا من باب أولى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. ولذلك المسألة ليست مسألة هينة وليست مسألة سهلة، المسألة متعلقة بالأعراض، متعلقة بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعني قد يلبس على الخلق يقول أنت ما عندك ثقة في أهلك، ما لا دخل الثقة، عندنا حديث الرسول، وعندك شيطان شغال عليك وشغال على غيرك، ما في مسألة ثقة ولا مسألة ثقة، ما ضيع الناس إلا مسألة الثقة.
والدندنة على مسألة الثقة هذه معروفة، هذه دندنة يراد بها هدم الثوابت. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تخلو امرأة مع رجل لتأثم الشيطان، هل جاءت هنا بعد الثقة؟ أنا أثق في أهلي، خلها تخلو مع الرجال. المسألة مش متعلقة بالثقة، المسألة متعلقة بالسمع والطاعة لله ورسوله، سمعنا وطعنا أمنا وسلمنا. فهذا الباب باب عظيم، أحسن المصنف رحمه الله تعالى في ذكره في هذا الكتاب، كتاب أداب السفر، وهو تحريم سفر المرأة لوحدها إلا إذا كان معها ذو محرم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.